أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلا من غفور رحيم
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ومن آياته الليل والنهار
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا Oh,
فصل لربك وانحر. إن شانئك هو فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. Me!
اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,
صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وإلى روح أموات المسلمين عامة وإلى روح الوالد الراحل الكريم. أسأل ربي أن يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه نورا يتقاطر عليه في قبره هو ولي ذلك والقادر عليه. شاكر التقدير للعلم الكبير القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمعلم بمركز ومدينة الزقازيق. تقدم باسم عموم آل النجار وباسم أجيال الراحل الكريم الأستاذ صلاح علي النجار مدير مكتب الأفهام العام بنيابة فاحوس أستاذ محمد علي النجار بنيابة الزقازيق أستاذ عبد الرازق علي النجار رئيس قلم نيابة الهدية عند زوائل النجار والكابتن عبد الكريم النجار بمرور الشرقية حاج محمد عبد الرازق النجار الجلال عبد الرازق النجار عند مدحة النجار عموم النسب والصهر المرتبط بصلتهم جميعا يتقدمون بالشكر والتقدير لحضراتكم على مشاركتكم لنا في هذا العزاء. شاكر التقدير عموم عائلات النجار على مستوى محافظة الشرقية. الشكر والتقدير آل عوض النجار أصحاب الواجب في كل مكان والذين نراهم لا يتأخرون عن أداء الواجب مهما كانت الظروف. الشكر والتقدير السيد اللواء علي بن النجار والسيد اللواء عيسى عبد الرحمن النجار والحاج علاء أحمد عبد الحميد النجار السيد الدكتور أحمد عبد البصير سير النجار والدكتور محمد عبد البصير وعموم آل النجار بعزبة النجار بهربير بمركز أبو كبير قيادة الدكتور محمد عبد الموجود والله الكريم الأستاذ عبد الله مرجان. أسأل ربي أن يتجلى عليه بالرحمة والمغفرة. وشاكر الشيخ طارق الطيب النجار ومن جاء برفقته الجمع الطيب الكريم بعد أن أتقدم بالشكر والتبرير عميد الهندسة الصوتية والإذاعية وعميد مطولي أزوال الفراشة أولاد المستند عبد المجيد بأولاد وافي خدمات الفندقية المتميزة للمكر علي عكاشة بسفر القناطر بأبو حمد فشات الشرطة العالمية للمهندس ناصر صلاح الزقازيق. أكد ترككم في رعاية الله وأمره وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.